عمالة في الفن، دي مش بس كويس، انما في اهتمام من الاول زي ما كنت بديت في بيتي اهتمام من القيادة السياسية بهذه العمالة بهذه الشريحة. عشان كده تم نقل شهادة امان ايضا للموجودين في الفن. انما برضو بأعيد التأكيد ان في استعداد من الظروف الثلاث او الاربع الموقعين ان احنا نبدع ونجرد من هذا المنتج علشان نقدر ان احنا نصل لكل او نلبي احتياجات الموجودين في الفن. حضراتكم بقى اللي في الكويت اتعليكوا التوعية بهذا المنتج ونشره، لان احنا محتاجين ان احنا نعلم المواطنين نرد على استفساراتهم، وحضراتكم هتكونوا جنود لينا في هذه المنطقه بشرفهم، واحنا من جانبنا احنا كوزاره بالهجره بالتعاون مع الجنود الثلاث او الاربعه هنحط على الويب سايت بتاعنا كل جنود بطريقه مبسطه لهذه العماله، ما تبقاش يعني حاجه كده مركزه يذهب منها، ولكن هنحطها له بطريقه مبسطه. ممكن نعمل فيديو كمان توعوي